لا فهمي كيف بقيتو مزيان بخير، اموركم هانيه، كلشي وعلى، كنتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نهبطوا، غادي ناخذوا تصاور. سو كما غادي تشوفوا ان شاء الله التصاور قبل المونتاج ومن بعد المونتاج. المهم غادي دابا نشوفوا شي قنيات، نشوفوا شي بلايصه ونوريكم واحد الحاجه زوينه زوينه ديال الكرافيت واعره. هذا لاصال ديال الدانس، كيعلموا الدراري الدانس. اللي بغا يتعلم الدانس اللي بغاها كونتاكتينا ونجيبو. المهم لاصال حتى هو زوين، والدري اللي رسم داك الكرافيتي كنعرفو، كنت ديجا شفتو، وكان رسم حتى في واحد القنت، ربما غادي نهبطو ليه حتى هو تشوفو. وهذا ما كان، المهم ناخذ شي تصاور تاهما ديال الشوت. شحال هادي ما تصورنا. وهذا ما كان، ها هو صاحب القنديم. المهم هذا بلا ما نحتاج ندويو معاه في شي حاجه، راه ديما كيدوز معنا في الفلوق. اذا ما كانش الفلوق يكون معايا شي واحد، ما كيطلعش فلوق زي ما كيطلعش فلوق زوين. وي دابا خصو يكون معايا شي واحد باش كنتموتيف انا باش كندير شي حاجه. اذا كنت انا غنصور مثلا غير بوحدي فلوق، ما نقدر ندير حتى شي حاجه، نقولها صراحه وكنعترف بها. بحال مثلا انا خارج دابا وشاد التليفون وكنهضر دابا، الا راه معايا شي واحد. الا ما كانش معايا شي واحد راه ما ندير والو، ما نبقاش نهز التليفون ونبقى نهضر براحتي وكذا بحال هكا. سو كيما شفتو عاد سالينا الشمسين دابا، سو غادي نمشيو بحالنا دابا، خدينا تصويرات زوينين طلعوا واعرين، هانتوما غادي تشوفوهم. لحقاش مابقيناش بزاف، ربما تقدر طيح الشتا ولا شي لعيبة بحال هكا. كيما شفتو الجو مغيم بزاف، وهذا مكان. المهم خليكم تشوفو التصاور بعد قبل وبعد.